شهدت مدينة الجبين بمحافظة ريمة وقفة للقطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام استنكارا للجرائم البشعة التي طالت النساء والأطفال في مجلس العزاء في مديرية أرحب في الوقفة أكدت رئيسة القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام في المحافظة منيرة العواضي أن استهداف النساء والأطفال يمثل استهدافا لكل يمني داعية أبطال الجيش واللجانة إلى الرد بقوة على الاعتداء على الوطن وتلقينهم دروسا في الشجاعة والاستبسال وعبرت المشاركات عن استيائهن للمواقف المخزية للصمت الدولي ومنظمات حقوق المرأة والطفل لما تتعرض له المرأة اليمنية من انتهاك واستباحة للدماء أمام مرأة ومسمع من العالم دون تحريك ساكن كما شهدت محافظة تعز تظاهرة غاضبة تنديدا باستمرار الف.